Je vais te parler. Ça va peut-être fumer. Hello. Hello Manu, tu vas sur social media, Insta, Facebook, TikTok. ما أعرف إنه نحن أنا I proposed to Rosie. So يلا على السريع منو فلو على إنستا لايك على فيسبوك وفلو على تيك توك مننزل كتير أشياء معدومة هونيك وبتموت ضحك يعني. وهم كمان ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. أكيد. وشير. مهم رح أخبركم كيف بلشت خبرية البروبوزل تبع روزي. في اشي حتى روزي لهلا بعد ما بتعرفها فرح تنصدم فيها يعني. من 3 اشهر بلشت تحضير للبروبوزل. يعني من 3 اشهر عم تمشي الماي من بين اذني وانا معي خمس سنين ما عرفت بشي. نحن انا ورفقاتها لروزي برمنا الدنيا تلقينا رينج على قياس اصبع. ونو رينج؟ رينج ربيلوني. فاهلكنا يعني في نفس المطرح رحنا له 7 مرات انا ورفقاتها لروزي تقدرنا لقيوا لنا السايز المضبوط. انا اصلا ما نزرتك من قبل لانه اصابيعي صغار كثير. وهون خلصنا قصه الرينج نمنا شوي على الخبريه تما تحس على شيء روزي رانا رحنا بلشنا نفتش على اللوكيشنز. تا وصلنا على مطرح بالزارور بأرض لشاب رفيقي مثل خيي حكينا معه هيك واخذنا منه المطرح. شو النكست؟ بدنا نبلش تحضير اغراض للبروبوزل. وهون التحضير هون رجعت في بيجات هلا رح مرقهم كل ما احكي عن وحده منهم هن كانوا بارت كتير كبير بالشيء كتير حلو اللي عملناه واكيد في انا بارت ال انت اكيد انا في بارت الكرياتيفيتي تبعي واكيد اصحابنا وقرايبنا اللي ساعدونا بهالشيء تصير. انا هلا بدي اقول انه عن جد ثانك يو للكل الكل 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 يعني اذا بيعرفوا حلو انه هذا واحد اذا بشوفوا كيف كانوا عم يشتغلوا ويحضروا يعني عن جد رائعين. فحكينا فون هيدا وحكينا هود الديكور تبع الخشب وحكينا سويتس 961 عملوا لنا شي سيد ياس لكو شو حلوه دوناتس كتير طيبين نويش طيبين انا الشيء الوحيد اللي اكلته بالسهر كله هو دوناتس. واكيد جبنا مشروب وجبنا هود اشياء من البيت زينه وخبار وهيك. واكيد في بيج اسمه المام اس كي فاجأونا صراحة بكادو هذا الكادو شيء كتير حلو. وبعد في عنا المخرج ايه مع البيج تبعه تريل أوراكل كلها على المخرج. هو صور الصور الواو اللي ما بعرف يعني لولا هالصور كنا نسينا شو كان صار يعني ننسى صار عن جد لا very beautiful مرة خبرك اشي ما بتعرفيها هو نصيبي. الفان مثلا نعم رحت اخذت رفيقتي وكوزاناتي ورحنا شفنا الفان ساعة وشوي سويقة توصلنا على الفان وانا يلا حجة نحن عنا عشا بالبيت. رحنا شفنا الفان ونسقنا معه كيف نعمل فيك الضرب عشا بالبيت يلي رح خبركم هلا كيف عملنا فيها الضرب. رجعنا جينا على البيت رجعنا تاني نهار رحنا جبنا الخشب تبع الشموع رحنا اشترينا الشموع اللي ما قدرنا نولعهم لأنه كان هو كان هو قوي كثير حلو اشتهر كان قاعد جزر مع أصحابي مبسوط فرحان. رحنا وصينا على الأكل رحنا على السوبر ماركت اشينا السوبر ماركت ما تركنا شيء ما عملناه. هلا الفكرة روزي كانت مصرة تطلع تعمل بايكينج بمنطقة اسمها عمي حتى شيء صب حتى عنايل أو شيء مطرحه نبقى فمصرة روزي انه حمل بسكلتات بسكلتي وبسكلتة على السيارة تبعي ونطلع وانا انه بليز لا روزي بليز نسي الموضوع ما قال لي لدي حمل بسكلتين وفقه مشوار من هون لفوق مصرة وما في يلا لا انا خلص طب انا بدي اركب بسكلت. فحملت البسكلتات وطلعنا فوق كانوا مخبيين كلهم كنا تقريبا 40 شخص كانوا كلهم مخبيين بقلب الارض جوا عند الزلمة ونحن طلعنا لفوق
على الطريق كان في هذا السر. بس هذا المشروع كان حيكون the next day مش نحن طالعين جمعة شيء ننام بالجبل عند بي فوق ونرجع نكفي. فنحن طالعين على الطريق حادث ستاند البسكلات هلكنا كل ما القوة يفلت كل ما انزل بجورة يفلت احترق سلافة. استفدت من هالشغل لأنه بس قربنا نوصل قلت له روزي شكله فلت انزلت دقيت لخي قلت له نحن صرنا واصلين. انا ما اعرف مهم وصلنا لفوق قربنا تنوصل انه شفنا ديكور هيك ايه لك شكلهم في ناس مخيمين هونيك و انه عايب نقرب ومدري شو. فقلت لهم نسأله للزلمة كان فيه شوفير الفان جوليان ثانك يو برو اذا فينا نقرب انه نتصور وهيك. فبس شفنا جوليان صاحب الفان قالنا انه سوري ما فيكم تصفوا هون جاي ناس لانه في عندهم حفله. قلنا له نحن انه ماشي دقيقتين انه بنتصور ومنفل. قلت له روزي لا ماشي 5 مينتس ما راح نكذب عليك. مضبوط انا قلت لك ما تكذب عليك. فقربنا رحنا انه عم نتفرج على السيت اب وهيك انه واو لك شو حلو شو عاملين هون وهيك شكله شيء كثير حلو. سالني اذا فينا نتفرج سالني اذا فينا نتصور قلنا ايه اكيد. نحن كنا حاطين جو برو مخبيينه في حفة هيك حجر ومخبيين الجو برو هونيك عم تصور كل شيء ما كنت عارف كثير. وانا صفيت سيارتي بالعرض طيب يقدر المخرج وخيل روزي يجوا يصوروا من ورا السيارة هيك كمان ما شفتهم كثير ما شفت شيء. اصلا انا اخبركم انه اول ما وصلنا ما كان بدي انزل من السيارة قد ما كان برد برد ساعتها ما بعرف شو صار يعني كان كثير ساقعة. قلت لا لا انا وي انا انزل من السيارة ما ادري شو بدي البس جاكيت وانا ضحرت عم بفتح شنطه ورا كرمال البس جاكيتي وانا عم جرب شيل الرينج من البس وكلهم ناطرين على سعر خلي. مهم رحنا قربنا تفرجنا على الفان هيك على الفيو فيو كثير حلو والغيوم كله تحتنا شيء كثير معقد. مهم قلت له انه روزي انه وقفت عم تصور هيك وعم باخذ لها صوره انه هي بار مثل ظهرها. صورت اول صوره فرجت اياها ثاني صوره فرجت اياها ثالث صوره صورت اياها قلت له خليك هيك بس بعد بدي ظبطها صورة بعد صورة واحدة وركعت عطيتها الرينج. شوفوا ردة فعله فهلا هون روزي هي رح تكفيكم شو صار خبرينا عن الاكسبيرينس. صراحة اقدر هيك انا كنت كثير مستعدة انه يكون في بروبوزل يعني بهالوقت ما بعرف كله و ابدا يعني فرامت هيك ولي صار هيك على النعنى وين وين بعدين شوي ما بلاقي غير خيي والمخرج بكتير جاي على الجديد بتحس هيك بدي نرزت فيه على الارض توصلوا انه الجديد نجد تيلحقوا يصورونا وشوي ما بسمع غير طبر وزمر ودف وعلى ميشا وزحلم وتغني انا يا انا وين بدي اشوف كل هالعالم عالم راكبه يعني اذا بتتصوروا كميش العالم انه ما في ولا سياره يعني نحن ساحه كثير كبيره ما في ولا سياره انه كيف اجى هون انه ما مبين في حدا ما في ولا سياره ما في ولا شيء بس يعني دليت ما بعرف يلا هلا مش مستعمل كثير 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 يعني شيء حلو عن صد يعني رجعنا ولعنا فوق وبلشنا نحن نتصور ونتصور مع الموجودين ناخذ بوزات اخبار ما تركنا صوره مفكرين فيها لما تصورناها وايدياز من الموجودين يلا تصور هيك اعمل هيك واز وصلوا مام اس كي عطيونا الجفت كثير واو ثانك يو عن جد ثانك يو. وشو من بعده اكلنا وشربنا ورقصنا وحطينا ميوزك وقالوا لنا ردي كمان كانت كثير حلوه ثانك يو جايز. وشو من بعده والفان ثانك يو عن جد ثانك يو واعطينا وقت زياده قد ما كان الجو حلو بس بعدين بس اضطر يفل سنة سرير لمبات ربطناها بجيب خي وكفينا السهرة يعني. ومن بعد السهرة انعزمنا ايه عزد ميسي كتير اهله لأن شب رفيقنا بيتهم كتير قريب على اللوكيشن اللي كنا فيها عزمونا لعندهم رحنا محضرين لنا جاتو رش علينا مرور ولا اهدى ولا اهدى عن جد ميسي كتير
حلو. لا وعن جد الشيء يلي 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 كتير 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 كان حلو إنه صح أنا كنت إنه مش مبسوطة كنت عم صار طايرة 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 بس إنه كل العالم اللي كانوا موجودين يعني I'm so glad إنه كانوا موجودين وكتير اللي بسطني إنه هني كانوا مبسوطين لأنه أنا كنت مبسوطة وأنا مسار من كان مبسوط يعني عن جد كان الجو كتير حلو وهذا شيء كتير ساعد إنه هيك يعمل شيء كتير سبيشل. مظبوط وهي أصلاً إذا بتيجي تفكر فيها أشياء كتير سيمبل بس الكومبينيشن تبع الأشياء الكتير سيمبل عملوا شيء كتير واو. كلهم كانوا عم يحضروا قلب واحد يعني أنا بس طلعت وشفت ما صدقت ما قدرت صدق ما قدرت استوعب إنه عملوا كل هيدا الشيء. اللي بده يعمل بوست واو. وأكيد ما تنسوا تعملوا فولو للبيجات اللي قلنا لكم عنهم لأنه عندهم كتير أشياء حلوة وأكيد هن كلهم سمول بزنسز سو افضل كلنا نشجعهم. بس جايز تعرفوا شيء انه انا بليلتها ما نمت ولا ديرة ما نمت ولا ديرة انه نحن نايمين وكل شيء وانا كل شوي قاعده بتاخذ واضحك لحالي انا نايم طب كنت اليوم عم مش نايم فا ذا نكس داي انا استوعبت قدرت اكل كمان ما كنت قادره اكل وتقدرت نايم بس كثير حلو يعني عن جد I'm so lucky انه عندي سيرفر لقد ايه هالقدي عنده افكار و وشو كل شيء جايز عن جد بتمنى للكل يكون عندهم شو بدكم بشار وجايز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك وهيك بتواكبونا بهالنيو تشابتر تبع الجيرني تبعنا شوفوا سربل انه انا نصحته يا جماعه عن جد انا نصحته قلت له شو بدك بهالعلاقه مضبوط خلص هلا علق يعني انا ساد يانس وما بقى في مجال لتراصح وبشوفكم بفيديو جديد باي